كنا بنقول ان لما بقى تفكير مادي صرف، حطه كل طاقته الذهنيه والابداع اللي عنده كانسان حطه فين؟ في التفكير المادي. فبالفعل بدا ينتج حضاره، فصدق نفسه اكتر. بصوا عشان اقول لكم خطوره الفكره دي، تخيلوا لو سيدنا ادم، الشيطان جه سيدنا ادم قال له كل من الشجر، ماشي؟ قال له الشجره دي انت لو كلت منها هتكون ملك او ملك على قراءه شاذه وتكون من الخالدين. دخل الاحتياج الانسان البحث عن الملك والخلود، البحث عن الملك يملك او الملكين قيل الطهاره يعني، وانسان يتطهر والخلود. تخيل لو هو سيدنا ادم لما كلم الشجره ايه اللي حصل؟ لا مش للدرجه دي، احنا مش هنحكي من اول سيدنا ادم. سيدنا ادم لما كلم الشجره ايه اللي حصل؟ خرج من الجنه، اهبطوا منها جميعا. طب تخيل لو سيدنا ادم لو كل من الشجره راح لجنه اعلى ابتلاء، فهنا هيحصل نوع من يصدق ان دي كانت حرام ولا يصدق الشيطان. ده بيحصل ان احيانا من الابتلاء لما يحيد الدين ويهتم بالدنيا اكتر يحصل تقدم اكتر، فيصدق اكتر، فينحي الدين اكتر، فيهتم بالدنيا اكتر، فيتقدم اكتر. هنا تيجي الفتنة، ودي اعظم فتنة في هذه الامة. بل في حديث يحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث ده ممكن يلخص اللي انا عايز اقوله النهاردة كله. لكل امة فتنة، وفتنة امتي في المال. لكل امة فتنة، وفتنة امتي في المال. في نظري اللي ممكن يبقى خطأ، المال هنا مفهوم اوسع من مجرد الفلوس يعني، المادة عموما. وده اللي حصل في الأمة دي، إن الأمم الكافرة تقدمت ماديا كثيرا عن الأمة الإسلامية. دي من أخطر الفتن اللي بنواجهها. يعني سيبك من أي شبهة والشاب يقعد يناقشك، هو متأثر بالحضارة المادية المتقدمة. خليك أنت بكرة تقدم، يقول لك أنا اقتنعت بالإسلام جدا، مش ممكن. أنا إزاي ما كنتش واخد بالي من الإسلام؟ يعني هو بيشجع الكسبان. أكبر فتنة إن تنحية الدين تجيب تقدم، ينحي الدين أكتر يجيب تقدم. وده حصل لما حصل مع الكنيسة، وحصل مع سقوط الخلافة العثمانية. ينحي الدين يحصل تقدم، ينحي الدين يحصل تقدم، فيزداد فتنة. إيه ده؟ زي الدجال كده. هو إيه؟ فهو الدجال موجود يعني حقيقي، مش بقوله زي اللي بيقوله فكرة الدجال. لكن هو إيه الدجال؟ ايه اكبر فتنه في الدجال؟ قمه السيطره الماديه على الكون. فالنظره الماديه بتوصل في الاخر لقول الله سبحانه وتعالى: حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت، اول ما يسيطر كده وتطلع بقى الارض تطلع خياراتها، وهو يعمل اختراعات كتير، يوم يحس بايه بقى؟ ايه؟ ها؟ وظن اهلها انهم قادرون عليها. هي دي بقى المصيبه، انه يحس ان هو ما عادش محتاج غيبة اصلا ولا محتاج دين، ده هو قادر على السيطرة على الارض. هنا بقى تنشأ نزعة بيسموها العلموية، اللي هي الساينتيزم، اللي هو ان العلم بيقدر يحقق لنا كل اللي احنا عايزينه. احنا مش محتاجين حاجة، مش محتاج دين. محتاج الدين في ايه؟ انا اتقدم في الطب وعالج الامراض، واتقدم في الهندسة واعمل المباني، وهتقدم في كذا واعمل كذا، وهكتشف وهسافر وهطلع بره الارض وهعمل كل حاجة، وهكتشف سر الحياة، وهنعين الجثث عشان لما نكتشف سر الحياة، وهن مش عارف ايه ضد الهرم وضد الموت. اعتقد واهما انه يقدر يعمل كل ده، وظن اهلها انه قادر. دي من اكبر الفتن، نتيجة انه لما ركز في الفكر المادي انتج بالفعل، فازداد فتنة على فتنة.